التونسي والصيف. إن شاء الله ربي يهدي العباد الكل، إن شاء الله العباد تقدر بعضها، بالأخص في البحر، واللي كسر دبوزة يرميها في التراء في الرمل، واللي معناتها يأكل غلة ولا يأكل حاجة يرميها زادها هكاك كما يجي. ما عادش عباد تقول ياسر بالكزازة وكالشي ويعملوا حاجات يكلفوا رواحهم في مصاريف ويكلفوا رواحهم زادة في البعد. المظاهر ما تعمل حتى شيء. يلزم الإنسان يخمم مليح مليح فاش في العشرة. عسلامة. التونسي والصيف. التونسي والصيف، إن شاء الله ربي يهدي العباد الكل. إن شاء الله العباد تقدر بعضها، بالأخص في البحر. يزمي معناها ما يرمدوش البحر معناتها، والعباد الكل تبدا تعوم، واللي كسر دبوزه يرميها في التراء في الرمل، واللي معناتها ياكل غله ولا ياكل حاجه يرميها زادها هكاك كيما يجي. تجيب لنا الناموس، تجيب لنا حاجات خايبه. اللي عندها وليدات صغار يزم تستحفظ عليهم، ما تغفلش عليهم وتخليهم ضايعين هكاك. وانتي عنده فلوس باش يمشي يصيف؟ والله مش الكل، معناتها هو حسب الظروف. إنسان كي يدخل ما شاء الله وكل شيء ويبدأ أموره باهي، علاش ليه يخرج يصيف، يمشي مع جروب، يمشي مع في رحلة. أما الإنسان اللي قد قد علاش يكلف روحه باش يمشي يصيف ويمشي في بقعة، يزيد يخسر فلوس على دخول مكتبته وبعد الصيف يعني تكثر مصاريف وكل شيء. الصيف في برشا عروسات وفي برشا مناسبات. والله في الشيء هذايا أنا عندي رأي، وأني أنا واحدة من الناس يقلقني الشيء هذايا في حاجة واحدة، وأني إنسان كي يجي يرقد ما يلقاش روحه، ما يلقاش راحته بالكل، سورتو سامدي ديمانش. يكثر الحس، يكثر الواحد يلزم يسهر مع جماعة الفرح حتى العقب الليل، ساعات تمشي العوادة ويقعدوا يسهروا للصباح. معناتها العروسات إن شاء الله ربي يهني كل واحد باش يحب يعرس، ما قلناش ليه. أما الإنسان يلزم يحترم، يلزم شكون شوية احترام ما بين العباد، معناتها ما بين الإنسان اللي باش يعني عنده أولاد زادة يعني، ولا معناتها عائلات تصبح تخدم ويسهروهم زادة معاهم للصباح. دي مش معقول، مش معقول يظهر لي. إذن يلزم كل شوية احترام. بالنسبة للاحترام، فما تويكا مكثر العبيد ولات تعمل أفراح في صالة أفراح، في قاعة أفراح، يعني حتى قاعة الأفراح تكون بعيدة شوية على المتساكنين، على الأحياء السكنية. أي والله الحق متاع ربي، ما عادش عبيد تقول ياسر بالكزازة وكالشي ويعملوا حاجات يكلفوا رواحهم في مصاريف ويكلفوا رواحهم زادة في البعد، وربما تصير فيها ديزاكسيدون. يلزم الإنسان يعني يخمم، ما يخممش كان على الفرح، يخمم على لي كونسيكونس بعد، كيفاش باش شنو اللي باش يصير فيه، باش يمشي البقعة بعيدة. احنا أنا واحدة من الناس كل واحد ورايه، نعمل فرح معناتها انتيم، نعمل فرح لفامي ونزيد معاهم كعبات هكا معرفة وأصدقاء وكل شيء، ما نكلفش روحي ونصرف ملايين وملايين وبعد نقعد في الكريدي مثلا. أنا هذا يا رأي. برشا عباد تعرس وتقعد في الكريدي، تبقى حتى بعد 5 و6 سنين من العرس وهي تخلص في الكريديات نتاع العرس. هذا الشيء مش باهي، وانا مانيش داكوردو فيه، على خاطر المظاهر ما تعمل حتى شيء. الفايده انت تكون مرتاح، والفايده معناتها يعني الفايده في الهناء، الفايده في الهناء، والفايده في العرس ما يفسدش. الفايده في العرس ما يفسدش، والعروسه تروح فرحانه هكا. ليسونسيال لازم يروح فرحان يا مدام. ليسونسيال لازم العروس والعروسه يروحوا فرحانين، ما يخليوهمش يغزلوا ليله فرحهم. فرحتهم وفرحه عمرهم، والواحد يفرح كل مره في حياته، ولا محاله حاسب بالحالات توا كنشوفهم توا يعرسوا ويطلقوا، يعرسوا ويطلقوا. ولا بالله فكرتني في حاجه في العرس والطلاق. بالله اش لز الانسان باش يعرس ويطلق؟ مو انت باش تعرس ما يلزمش انسان يغلط وبعد يقعد يعاني. سوى للطفله ولا للطفل، يلزم الانسان يخمم مليح مليح فاش في العشره، ويخمم يا هل ترى ينجم يعيش معك الطفله هذيك، ولا هي تنجم تعيش مع الطفل هذاك اللي باش تاخذه. يلزم تكون تفاهم ما بيناتهم،
ويلزم تكون معناتها يعني استشارة معناها متاع يعني متاع مشورة البول لمرة مش سهلة راه. يلزم الإنسان مهما كان باقي هما ما عندهمش تجارب عند الأم والبو وكذا والأخوة، يلزم يعرفوا شكون اللي شكون باش يعطيو بنتهم، والطفلة زادة كذلك يلزمها تعرف شكون باش تاخو، فهمتني ولا لا؟ يلزم يكون الإنسان راهو كما يقولوا فيها ناس بكري يعني زواج العمر ليه تدبير سنين، مش خوذ اليوم وبعد شهرين ثلاثة طلق، وأنا ما عجبنيش راش لازم نطلق. راهو الإنسان كي يندمج يعرس ويعني وياخذ مسؤولية، يلزمك المسؤولية هذيك يدرسها مليح، يا ترى ينجح ولا ما ينجحش، مش فايدة خوذ راجل وعرس وبعد شهرين ثلاثة طلق، هذه ما تجيش. يقين الناس الكل برشا احنا الكبار اللي احنا معناها تربينا قبل في جو اخر وفي شيء اخر. انا واحده من الناس يعني انا كنت صغيره خذيت الراجل ربما مانيش متفاهمي، فهمتني ولا لا؟ في حاجات يعني فماش راهو حاجه اللي هي معناتها حاجه ما تتوصفش. لا العرس يا بنتي حلو ومر، وحلو كما تاكل الحلو والمالح، حلو ومر يتعدى العمر. صحيح، مش اقل حاجه اجري لقصر العداله، اقل حاجه امشي اخسر فليستك اللي لميتهمش حطهم في المحامين. لا لا العرس قدر، نقول لك بنتي اللي يخمم باش يعرس يلزم يخمم مليح قبل ما يغرق، ويلزم يكون قدر ما بين العروسه والعروس، وقدر مع دارهم، مش تاخذ هي الراجل وتقول لك لي امه خايبه ولا اخته خايبه ولا قالت ولا ما قالتش، ينحيوا المشاكل هذيا باش تدوم العشره نتاعهم. قالت العشره لازم تدوم يا اخي، فما امراه ما تتعاركش ما تتعاركش، فما امراه ما تتعبش، فما امراه ما عندهاش مشاكل مع راجلها ولا هو ما عندوش مشاكل مع مرته. يلزم الصبر الحقيقه، يلزم الصبر، خاطر الانسان راهو كي ما يكونش صبوري ويعدي، حتى الاولاد كي يجيبوا اولاد راهو ما يعرفوش كيفاش يربيوهم.